يوم جرت الشعلة هو الآخر أخذ نصيبه من نقاط الوحدة. المباراة كانت قد جاءت على ملعب الشعلة وانتهت بهدف دون مقابل. نتابع. في لقاء عربي خالص بين محمد صلاح ووجدي الصيد، التقى فريقي الشعلة والوحدة في محافظة الخرج ضمن الجولة 15 من دوري زين. أوكلت مهمة قيادتها للحكم عبد العزيز الفنيطل. الشوط الأول من اللقاء لم يرتقي للمستوى المأمول من الجمل الفنية التكتيكية من كلا الفريقين. الشوط الثاني لم يختلف كليا عن الحصة الأولى من المباراة بهجمات مهدرة من المهاجمين بدون عنوان، إلا أن احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 67 من عمر اللقاء، تقدم لها المحترف المالي لاسانا فاني وسددها بطريقة برازيلية لتسكن الشباك الوحدوية ولتعلن تقدم الشعلة بالهدف الأول والوحيد في المباراة. أو لاسانا اختارها بعد ذلك توالى ضغط أبناء مكة على مرمى الشعلة لكن دون جدوى، وبكرات عديدة لم يستطع الوحداويون ترجمتها بهدف تعادل. عقب ذلك أعلن الحكم صافرة النهاية لتهدى نقاط المباراة الثلاث للشعلة وترتقي به للمركز العاشر في سلم الترتيب، ويبقى الوحدة في نفس مركزه الرابع عشر في ذيل الترتيب. الخسارة 13 للوحدة كأكثر نادي بدوري زين يتلقى هذا الكم الهائل من الخسائر. الآن ربما أقول بأن الوحدة بات قريبا جدا من حصوله على البطاقة المؤدية إلى هبوطه لدور الدرجة الأولى بدور ركاء للمحترفين. ألف مبروك لفريق الشعلة، حظا وافرا للوحدة، قلناها كثيرا للفريق الوحداوي بعد المباراة كيف جاءت ردود الأفعال من الجانبين. نتابع. بالنسبة للخلافات أتوقع غير صحيحة بحكم أنه اللعيبة هذول هم سلاح المدرب، فمستحيل أحد يحارب سلاحه أو يكون ضد السلاح اللي بالنسبة لل معلش السؤال الثاني. حديثه قبل المباراة بأنه ليس متفائل بأن اللاعبين لا يؤدون في التمارين. والله بالعكس، يعني أنت شفت اليوم أداءنا كويس، في روح في الملعب، يعتبر فريق صاعد، لا تطالب منه أكثر من المستطاع، الحمد لله إمكانياتنا جيدة، فريقنا يعني يعتبر مقارنة بالفرق اللي تعتبر في متنافس على الدوري ما عندها أربع محترفين جاهزين يلعبون باستمرار في التشكيل الأساسية. أنا أعتبر هذا إنجاز واختيار سليم من قبل اللجنة التي كلفت باختيار الأجانب يؤدون في الملعب ويقدمون مستويات. أيضا اختلاف في التشكيلة يعود لإصابات، يعود لإيقافات، يعود الأمور كثيرة، لكن الحمد لله كان الأداء اليوم مقنع والخروج الأهم هو الثلاث نقاط. يعني صراحة كلامك صحيح، يعني واضح أننا كنا متنرفزين اليوم صراحة بزيادة، لأنه حكم حساسية المباراة وضغط المباراة وأنها ما تحتمل أي تفريط، يعني ما الشعلة يعني ما كان أفضل مننا اليوم، استغل كرة ثابتة سجل منها الهدف، جاتنا يمكن ثلاثة أهداف محققة ما استغليناها، يمكن في بلنتي لنا ممكن انه كان يعني مشكوك، ممكن انه كان يقدر يحسب الحكم. الحمد لله الكرة ما تبغانا والدوري ما يبغانا، والحمد لله على كل حال ان شاء الله خير. ليش ما يبغاكم كابتن الدوري؟ والله ما ادري يا سادي، بس انه يعني في ظروف كثيرة ما ادري كيف ابررها، يعني هذا وقت سكوت، بس تسكت وتمشي على مكة، بس هذا هو والله العظيم. متى طيب كابتن يطلع الكلام وتطلع التبريرات ويطلع السبب الرئيسي فيما يحدث لنادي الوحدة؟ والله ما ادري، احيانا تقول ما في توفيق نلعب كويس، احيانا ما نأدي ولا شيء، احيانا الفريق متقلب يوم فوق يوم تحت، ما انت داري، لكن ان شاء الله انه لعلها خيرة، نقول لعلها خيرة، وإن شاء الله أنه تترتب أمور كثيرة في نادي الوحدة،
والحمد لله يعني اليوم في المباراة يعني كسبنا فيها مكسب بسيط، ويعني كسبنا سليمان الدوسري لاعب معانا من الأولمبي، أول مباراة يلعبها في الدوري، قدم مستوى، جاته كم فرصة، تحرك، قاتل، ما قصر، يعني كسبنا سليمان وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. والله فعلا يعني شيء مخجل صراحة إنك تكون في دوري ومحترفين وتجيب نقطتين، يعني شيء والله ما نقدر نبرره صراحة. يعني الناس تقول لك ما جبتوا أجانب، ما في أجانب، مي مسألة أجانب، أنت ما تقدر تفوز ليش تلعب كورة؟ يعني لازم إحنا اللي نفوز، وإحنا بس ما في ظروف كثير مي مساعدتنا صراحة في النادي. هذا حديث من الجانبين، لكن الحديث الأخير حديث لافت جدا للاعب ماجد الهزان، يتحدث بألم، يتحدث أعتقد بواقعية، أشياء كثيرة قالها يمكن يا دكتور مدني تعبر عن واقع الوحدة اليوم وما وصلت إليه. أول يعني إذا نقول هارد لكم للوحدة وبتعملوا يعني أو بتحفروا في الصخر حتى الآن ما فيش يعني تجمع وحداوي على المستوى المطلوب، ولكن أقول كابتن ماجد هزاني قال كلام في الأخير زي ما تفضلت ممتاز جدا، بيقولوا اللعيبة الأجانب، قالوا يا أخي اللعيبة الأجانب إذا نحن ما نعرف نلعب كورة، يعني كأنه نحن حطينا الفريق هذا أو ذاك إذا ما عنده لعيبة أجانب ما له قيمة. صحيح. وكلام عن لاعب بيحس بإحساسه وقوة إنه ممكن يسوي شيء، طبيعي الوحدة طلوعها المبكر ترى من درجة أولى، عدم يعني المحاولة إنه تتجمع الوحدة ككل ويدفع لها مبالغ على إنها تجيب لعيبة، يعني لما الوحدة والله ما قدرت تجيب 4 لعيبة لأنه يعني هذا الموجود من المادة، إذا أنت تبقى واحد شخص يصرف على نادي طب وفين الناس الآخرين؟ يعني هي متحملة شخص تقول الله صحيح، ولا هو اللي جاء تبرع الوحدة وقال أنا أبغى. نعم. ولكن الوحدة لا زالت اسما بدون فعل، لا توحدوا خلينا نقول أثرياء مكة الوحدوية تكون من أفضل الفرق. دكتور الشعلة انا بودي نتحدث عن الفريق الفائز، انا خليني اعلق على الوحده بس جمله واحده، انا اعتقد يمكن الوحده مشكلتها الرئيسيه انها تفرط في النجوم، في عدم الوحده، لا تفرط في نجوم الفريق، يعني انت الان لو تبحث في النجوم الكره السعوديه تجد مقلبهم خرجوا من نادي الوحده، وهذا هو اللي يعني المستغرب، يعني نادي مثل نادي الوحده انا اعتقد يعني بس اللي يقدم لاعب اكيد انه يقدم عشرات اللاعبين، هذا امر طبيعي. لا بس ابو خالد من الصعب انك تصنع لاعب بسرعه، يعني انت طيب. لما تفرط في 4-5 نجوم انا اعتقد هذا بياثر بشكل كبير جدا على الفريق، وشفنا الان الفرق السعوديه استفادت من الوحده والقادسيه، يعني الاثنين بالذات الفريقين هذول القادسيه والوحده انا اعتقد لو يعني استطاعوا ان يحافظوا على لعيبتهم كانوا الان ينافسون على الدوري زين. الشعلة كسب الاهم، انا اعتقد الشعلة يعني مثل ما ذكر حتى الاخ اللي من الوحده الاداري من الوحده. نعم. من الشعلة. انا اعتقد يعني هذا لن نطالب الشعلة باكثر ما قدمت حتى الان، انا اعتقد انها المركز الان اللي وصلت له العاشر، انا اعتقد هذا مركز ممتاز جدا الوحده. طيب. على الاقل ابتعدت عن منطقه الهبوط يعني، فاعتقد. نعم. هذا مكسب كبير جدا. مره اخرى انا احيي فعلا ماجد هزاني لاعب الوحده لانه لاعب صريح ولاعب قال يمكن حتى لغته، انا اقول ينطبق عليه ان حكينا ندمنا وسكتنا قهر هذا الالم. ايضا المباراه الثالثه التي جرت اليوم كانت قد انتهت.